وإني بهذه المناسبة أود أن نقول إننا نسمع ما ينسب إليه وما ينسب إلى شيخنا عبد العزيز بن سعد ابن عبد العزيز بن باز وما ينسب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني أشياء إذا محصناها وجدنا أنها كذب، قد تكون متعمدة وقد يكون الذي نقلها أخطأ في الفهم أو أخطأ في صيغة السؤال الذي بني عليه الجواب أو ما أشبه ذلك. اتصلت أنا بالشيخ الألباني لأن أسأل عن صحته، فقال إنه بخير، وقال إن رجلا من الناس قال لي إن معه كتابا منك إلي، وإني قلت له صلي معي في المسجد يوم الجمعة الماضية، ولكن قال لا أستطيع، لكن أتيك به يوم السبت. فهل يقول الشيخ هل كتبت إلي شيئا؟ قلت ما كتبت لك شيئا، وإذا جاءك هذا الكتاب فليس مني. ما أتعد من الذي بهذا الكتاب، قد يكون فيه طامات كبيرة ما تقواها السيارات ولا السفن ولا الطائرات، ما ندري. لكن هو قال لها، فقلت له يا شيخ الناس يكذبون علي ويكذبون على غيري، قال وقد كذبوا علي أيضا. قلت ما الذي حصل؟ قال قالوا إن الشيخ الألباني مات. فقلت له لعلهم يريدون وفاة النوم، أنك توفاك الله بالليل وأيقظك في النهار. فالمهم أن الناس يتقولون على العلماء، لكن أوصيكم بكل شيء تسمعونه عنه وأنتم تستنكرونه أن تتصلوا بي حتى تحققوا هل هو صحيح أو غير صحيح، قد يكون كذبا وقد يكون حقا صدقا، ولكن لي وجهة نظر لا يعرفها. فلذلك أنا أرجو منكم إذا سمعتم شيئا تستنكرونه عني أن تتصلوا بي، وإذا سمعتم أيضا ما تستنكرونه عن العلماء الآخرين أن تتصلوا بهم وأن لا تشيعوا كل ما يقال.